فتح
عبد الله بربة أبي عبد الله، ارزقنا زيارة الحسين طيبا عاجلا كذبح البصري أو هو أقرب. يذكرون أن أحد الأشخاص راح إلى أبي عبد الله الإمام الحسين 40 سنة يحرث في الأرض ما عنده غير المسعار، لاحظ كيف وحماره لما ذهب إلى كربلاء أراد أن يرجع، قال أبا عبد الله أنا 40 سنة أشتغل ما عندي لا فلوس لا شيء، عندي هذا المسعار وهذا الحمار، من الدنيا أنا ما أريد بس أريد شيء واحد أن أدفن عندك. يقولون بالفعل لما دخل إلى المقام رحل من هذه الدنيا، هذا الشخص يقول رحل من هذه الدنيا ببركة ذلك الدعاء. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحسين والتشرف أيضا بزيارة قبر أبي الفضل العباس سلام الله عليه وأهل البيت جميعا، حتى نستطيع أن نؤدي القليل القليل من حقوق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علينا. اللهم اكشف عنا كل سوء وبلاء، اللهم احفظ علماءنا العاملين، اللهم سدد وأيد حماة الدين، اللهم اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين. إخواني كثير من المرضى طلبوا الدعاء، اللهم اشفي مرضى المؤمنين بحق علي كربلاء الإمام زين العابدين، اللهم اشفي مرضى المؤمنين لا سيما المعنيين، اللهم عجل على ظهور صاحب العصر والزمان واجعلنا من بين يديه من المستشهدين، اللهم ثبتنا على ولاية الإمام سورة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل